أنتم الآن تعلمون حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من الحرم ومعه العنزة وهي الحربة وتوضع له ليصلي العيد، وين كان يصلي؟ يصلي في مسجد الحمام، ما بينه معناه أنه خرج عن البنية. البعض يتساءل يقول لك ليه الصحابة رضي الله عنهم وفي مسجد أبو بكر ومسجد عمر ومسجد علي؟ الجبانة وبجنبها راتج، راتج يقارب فيه جبل يسمى المستندر أو القرين العلوي والقرين السفلي، هذه المنطقة في الشمال. يا وجه الخير يرضى الطهر والإيمان، نسيم الصبح بفجوجك يسليني، سكينة بهجتك يرجح بها الميزان، وأنا وأنت عمر يا بهجة سنيني. ثراك يفاخر بما ضم من إنسان، يضم مطهر جسد جال الميادين عليه أفضل الصلاة والتسليم. شموخك ميزك به ربنا الرحمن، وكل دروب نبضاتي توديني لحضنك، يا بعد من عطر الأوطان حباك الله محبة، من يخاويني أبا زور الحرم في معرز الإيمان، سكن حب المدينة في شراييني. سلام الله. نادي تاريخ المدينة رغم قصر مدة إنشاء إلا أنه بداية النادي اللي يخدم منطقة بجهد شباب مدرب وإعلام متكامل وصورة ذهنية ينقلها للمجتمع بشكل احترافي بما يوافق رؤية سيدي سمو ولي العهد 2030، والتي بإذن الله سيكون هذا النادي ركن من ثقافة وتاريخ المدينة المنورة.